دولة مدنية يعني دولة ما فيهاش عسكر، يعني دولة ما فيهاش دين، أو الدين مش هو اللي بيحدد كيفية إدارة الدولة نفسها. يعني دولة ما فيش فرق بين راجل وست، مسيحي ومسلم، وإن كلنا مدنيين، يعني مش عسكر ولا أي حد من لابسين ميري بيحكمنا. ده طبعا الدولة المدنية بتعامل كل مواطن على انه متساوي مع غيره، مفيش فرق بين اي حد والتاني، القانون بيبقى موحد علينا كلنا، وبالتالي بيضمن كل حقوقنا بالشكل ده. انا مش هتعامل معاملة مختلفة لو انا مسيحية او لو انا مسلمة، انا مش هتعامل معاملة مختلفة علشان انا من طائفة ممكن تكون اقلية وملهاش تمثيل قوي في المجتمع. انا هتعامل لاني مصرية، لاني مواطنة وعايشة في البلد دي، ولازم اخد حقوقي كاملة زي ما عليا واجبات. يعني انا رأيي ان دي موائمة، يعني دعاوي من النوع ده موائمة للفكرة. أنا ممكن أقدر ليه بيبقى فيه تخوفات من فكرة دولة علمانية بالشكل ده، بس في الآخر هو الدين لله والوطن للجميع. يعني دولة إسلامية، يعني في الآخر مرجعية إسلامية ومرجعية مسيحية، يبقى المرجعية الأديان كلها لو هم عايزين يعملوا مرجعيات دينية. الدولة المدنية مش ضد الدين، مش ضد أي دين، العكس. أنا رأيي إن الدولة المدنية هي اللي بتسمح للأديان إنها تقدر تعيش في مجتمع سوي، لأن الدولة المدنية أصلا ما بتاخدش تحيز لدين ضد دين. ده معناها إن بغض النظر عن دينك أنت ممكن تعيش، أنت ممكن تمارس شعاراتك الدينية، أنت ممكن تعلن عن دينك، بس هي المشكلة إن دينك مش هتبقى جزء من السياسة، وده المهم علشان دينك ما يبقاش بيطغي على دين حد تاني. فأنا مش شايفة إن الدولة المدنية ضد الأديان، العكس. أنا رأيي إن من حق أي حد ينشئ أحزاب، أي مجموعة بتؤمن بسياسة معينة إنها تنشئ أحزاب. أنا مش ضد تقييد إنشاء الأحزاب، أنا الحاجة الوحيدة اللي أنا ضدها هي الحد على الكراهية والحد على العنف. فأي دين كان مرجعيته ديني أو غيره، طالما مش بيحد على كراهية الآخر أو كراهية مجموعة أخرى، تمشي، مفيش مشكلة. ده مش ضد مبدأ المدنية بصراحة. الخطورة النهاردة على مستويين، إن في الأول عرفت المدنية إنها دولة غير عسكرية ودولة لا يحكمها دين. يعني إن الأول إنه المهم ده بقى دولة مدنية على المستوى العسكر، إن المدنيين هم اللي بيحكموا البلد دي مش عسكر، علشان هو يعني دي الطريق الآمن للديمقراطية. وإنه الدين ما يكونش جزء كبير جدا من سياسة الدولة، ده مهم جدا علشان ما حدش يستغل الدين في خلق خلافات بين فئات مختلفة أو قطاعات مختلفة من المجتمع. اللي احنا بنشوفه واللي احنا شفناه وشاهدناه طول الأعوام اللي فاتت، إن مثلا أمن الدولة كان بيستخدم التوتر الطائفي بين المسيحيين والمسلمين كتير جدا علشان يقدر يحكمنا بشكل أقوى، ويبقى فيه يعني زي قبضة حديد على المجتمع. وانا رايي ان ده بيخلق فجوه كبيره جدا بين المواطنين المصريين، غير موجوده اصلا، يعني مش حقيقيه. فاخطر حاجه هو ان احنا نستمر على المنهج ده، وامن حاجه ان احنا نعترف ان كل مواطن مصري بغض النظر عن دينه، نوعه، ملته، اي حاجه، هو مواطن مصري لازم يبقى متساوي مع غيره. بس